السلام عليكم، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتكلم لكم على التهاب المسالك البولية خاصة عند النساء أو الحوامل لأنهم الأكثر عرضة. نتمنى تتبعوا معي الأخير لأني كنعمل خلاصة وكنجاوب على بعض أسئلة المتتبعات. نبدأ على بركة الله. أولا سأعرف بهذا الالتهاب. ما هو هذا الالتهاب؟ الذي يكون عادة في المثانة أو الإحليل، يعني في الأماكن الخاصة بالبول، فيكون مؤلما جدا ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على الكليتين فتصيبهم العدوى، وبالتالي يكون العلاج صعبا شيئا ما. يعني إذا أصيبت الكليتين يكون هناك علاج طويل ومعقد. الآن سأتحدث عن الأعراض أو علامات هذا المرض. من بين العلامات فهناك حاجة قوية ومتواصلة للتبول، يعني المرأة تحس بأن عندها رغبة شديدة في التبول كل مرة. أيضا هناك إحساس بالحرق عند التبول والألم، تسرب البول في بعض الأحيان بكميات صغيرة، يعني عدم تحكم في البول بشكل عام، عدم تحكم في البول، وجود في بعض الأحيان دم في البول، أو رائحة في بعض الأحيان رائحة قوية للبول كأنه بول مركز. ثم سأبين لكم بعض أعراض هذا الالتهاب بحسب كل منطقة متضررة. فمثلا التهاب في الإحليل يعطينا الشعور بالحرق عند التبول، أما التهاب المتانة يعطينا انخفاض درجة الحرارة وضغط شديد في منطقة الحوض، يعني تحسين بضغط شديد في منطقة الحوض والشعور بالحاجة المتكررة للتبول وألم قوي لدرجة عدم في بعض الأحيان عدم القدرة على التبول، يعني كأنك محصورة لا تستطيعين التبول في بعض الأحيان. أما التهاب الكليتان يعطينا علامة آلام الظهر، ألم شديد أسفل الظهر، في بعض الأحيان قشعريرة وارتجاف أو غثيان، يعني قيء أو حمى، إلى درجة يعني ارتفاع درجة الحرارة في بعض الأحيان. هذا بالنسبة لالتهاب الكليتان، يعني عندما تصلين لهذه الأعراض القوية، يعني ارتفاع درجة الحرارة وألم أسفل الظهر والقشعريرة وفي بعض الأحيان لنوزي، يعني الغثيان والقيء، فهذا التهاب حاد. أما التهاب المتانة والإحليل فهما تكون أعراض خفيفة شيئا ما، ولكن تعطينا الشعور بالحرق عند التبول، وفي بعض الأحيان هناك نساء لا يستطيعون تبول، يعني هذا مشكل آخر. الآن سأنتقل للتحدث عن الأسباب. ما هي الأسباب التي تسبب هذا المرض، يعني هذا التهاب المسالك البولية خاصة عند النساء أو الحوامل؟ السبب الأول والرئيسي هو دخول بعض الجراثيم إلى الجهاز البولي من خلال الإحليل، ثم تبدأ في التكاثر في المتانة فتسبب التهاب قوي وحاد خاصة عند النساء والحوامل. هنا أريد أن أتحدث عن نقطة مهمة لا يعرفونها أغلب النساء عن المنطقة الحساسة. في المنطقة الحساسة عند النساء توجد بكتيريا نافعة. ما هو دور هذه البكتيريا؟ هذه البكتيريا تساعد في الدفاع على هذه المنطقة، يعني تمنع دخول جراثيم الضارة. فإذا كان هناك خلل ما تصاب المرأة بالتهابات في هذه المنطقة والمسالك البولية، يعني تصاب بالتهاب في المنطقة الحساسة زائد المسالك البولية أيضا. فعلى المرأة أن تتوخى الحذر، لأن هذه المنطقة عندها pH لازم يكون نوتر، يعني ما يكونش حمضي وما يكونش، يعني خصو يكون نوتر أحادي، عليه أن يكون أحادي. هذه النقطة أردت أن أتحدث عنها لأن أغلب النساء لا يعرفونها.
وبالتالي على المرأة أن تتوخى الحذر، و يعني إذا كان هناك التهاب في المنطقة الحساسة فسيكون التهاب أيضا في المسالك البولية، يعني ابتداء من الإحليل والمتانة. نتمنى هذه النقطة تكون أفادتكم. نتمم الأسباب. هذه الجرثومة التي تسبب هذا الالتهاب تسمى ليغيشيغيشيا كولي، الإشريكية الكولونية، التي تكون عادة في الأمعاء والجهاز الهضمي، وبالتالي قرب فتحة يعني فتحة الشرج إلى الإحليل يمكن لهذه الجرثومة الدخول وتسبب الالتهاب. كما أن الأمراض المنقولة جنسيا يمكن أن تعادي منشأ الإحليل فتسبب أيضا الالتهاب. يعني انتهيت من الأسباب، هذو بعض الأسباب، يعني أهم سبب رئيسي وهو هذا يعني الجراثيم، يعني خاصة هذا الجرثومة، ثم هناك الأمراض المنقولة جنسيا. الآن سأتحدث عن كيف يمكن تشخيص هذا المرض، يعني التهاب المسالك البولية. إنه تشخيص بسيط، أخذ عينة من البول في المختبر حتى يتم الكشف عن اسم البكتيريا المسببة لهذا الالتهاب ويتم علاجه. يعني تشخيص بسيط، يعني لا يحتاج، ليس مكلف ولا يحتاج عناء كثير. يعني على المرأة أن تتوجه إلى المختبر حتى يأخذوا عينة من بولها ويكشفوا عن الجرثومة المسببة لهذا الالتهاب بواسطة الميكرو، يعني لا كولتور، يعني ميكروبكتيريولوجيك، حتى يتعرفوا على الجرثومة المسببة لهذا الالتهاب. الآن سأتحدث عن مضاعفات التهاب المسالك البولية. يعني إذا لم يتم علاج هذا المرض ما هي مضاعفاته؟ إذا تمت معالجة الالتهاب بشكل فوري فهذا جيد، لأنه لن تكون هناك مضاعفات كما ذكرت. أما إذا لم تتم معالجته فقد يتفاقم الأمر، مما يؤدي إلى أعراض أكثر حدة تسبب شعورا بضيق كثير، بضيق كبير عفوا، ويتحول إلى مرض مزمن ويمكن أن تتأذى الكليتين. أما بالنسبة للنساء الحوامل فهم أكثر عرضة لهذا الالتهاب طول فترة الحمل، فمن الممكن أن تصاب الحامل في بداية حملها كما من الممكن أن تصاب في الأخير، وبالتالي تكون عرضة لخطر الإنجاب المبكر أو إنجاب الطفل ذو وزن ضعيف ومتأثر بهذا الجرثومة، وممكن أيضا أن تسبب له يعني عند الولادة سوفرانس فيتال. يمكن أن تبحثوا عن هذه المضاعفات. الآن وصلنا إلى العلاج، وهو بالأساس عبارة عن مضادات حيوية، يعني علاج بسيط، يعني ليس متعب، ويتم تحديد نوع الدواء ومدة العلاج تبعا للحالة الصحية العامة للمريض ونوع البكتيريا التي تم اكتشافها في فحص البول. وفي بعض الأحيان عندما يكون الالتهاب قوي وحاد ومزمن يمكن أن تحتاج للركود في المستشفى مع تناول مضادات حيوية بالحقن الوريدي، يعني parvoie intraveineuse. أيضا العلاج يكون بحسب الأعراض، ففي بعض الأحيان يمكن أن يتلقى المريض المضاد الحيوي لمدة 3 أيام فقط، كما يمكن أن يكون أن تطول مدة العلاج حسب المضاعف، حسب يعني العلامات. في نطاق العلاج أيضا يمكن أن يصف لك الطبيب أيضا أدوية مسكنة للأوجاع، ديزانالجيزيك، فتزيل الشعور بالألم في المثانة والإحليل. يعني ممكن الطبيب أن يصف لك مضادات حيوية زائد مسكنات للأوجاع حتى لا تشعري بالألم الشديد أسفل البطن أو
في المسالك البولية. ملاحظة أو معلومة، هاد الأدوية المسكنة فهي تخفف من حدة الحرق أثناء البول، ويمكن أن تغير أيضا لون البول. يعني هناك يمكن أن تسألي إذا لاحظت تغير في لون البول أثناء العلاج، فهو بسبب هذه الأدوية، يعني إنه شيء عادي فلا تقلقي منه. يمكن أن يكون بول أزرق فاتح أو برتقالي، فلا تقلقي، فهذا شيء عادي بسبب الأدوية فقط. الآن سأتحدث عن الوقاية. تختفي الأعراض عادة بعد بضعة أيام من تلقي العلاج، لكن المريض يحتاج إلى مواصلة تناول الأدوية أو المضادات الحيوية لأكثر من أسبوع. يعني على المريض أن يتمم العلاج حتى تموت البكتيريا بشكل نهائي. ففي حالات التهابات البولية المتكررة يمكن للطبيب أن يصف لك علاجا مطولا، فعليك الصبر قليلا، وعليك تتبع نصائح الطبيب وكل المعلومات التي يقولها لك. يعني على المرأة أن تتمم علاجها بشكل جيد. الآن سأتحدث عن الوقاية، يعني الوقاية من هذا المرض وكيفية الحرص على عدم الإصابة به. أولا، عليك شرب الكثير من السوائل خاصة الماء. هذه المعلومات التي سأتحدث عنها للمرأة الحامل أيضا، عليها أن تشرب ماء بكثرة حتى لا يكون هناك بول مركز ويسبب لها التهابات. المسح أو التنظيف من الأمام إلى الخلف وليس من الخلف إلى الأمام. وعلى المرأة أن تنشف بشكل جيد، فتكون لديها فوطة أو منديل صحي خاص بها وبتلك المنطقة، ويجب ألا تبقى أوميد، يعني رطبة، يعني عليها أن تكون ناشفة بشكل جيد، لأن عندما تكون أوميد رطبة وفيها ماء فهذا يساعد في تكاثر البكتيريا، يعني تجد المكان المناسب للتكاثر. تفريغ المتانة في أقرب وقت بعد الجماع. تجنب منتجات نظافة لزانتيسيبتيك، يعني لا يجب عليك التنظيف بها كل يوم، فهذا يقتل البكتيريا النافعة التي تدافع عن تلك المنطقة، ثم تسبب غالبا التهيج والالتهاب. احرصي على عدم التبول في مراحيض الأماكن العامة لأنها تكون غير نظيفة وملوثة. شرب عصير التوت البري فقيل أنه يقاوم التهاب المسالك البولية. تجنب شرب القهوة وأكل الطعام الحار، فهذا يسبب تهيج. معلومة مفيدة. هناك بحث قائم ودراسات حاليا لتحديد بعض التطعيمات ضد هذا الالتهاب لتقليل إمكانية الإصابة به، خاصة اللي عندهم يعني إصابات متكررة، أو النساء الحوامل، أو النساء المسنات، يعني اللي عندهم سن اليأس، لامينوبوز، أمراض، يعني النساء اللي عندهم مرض سكري. يعني هناك حاليا دراسات تقوم ببحث عن التطعيمات لفاكسيناسيون ضد هذا الالتهاب، فهذا شيء جيد ونتمنى يوصلوا لنتيجة مفيدة. مهم نضيف لكم خلاصة بسيطة عن هذا المرض، هو أنه التهاب يمكن أن يكون بشكل خفيف كما أنه يمكن أن يكون بشكل حاد. على المرأة أن تحدد أعراضها حتى تسهل على الطبيب وصف المضادات الحيوية، يعني المدة المناسبة. فالمدة المناسبة للعلاج حسب الأعراض
أو العلامات اللي عند المرأة كما قلت. ثم الوقاية خير من العلاج، يعني إذا قمت بهذه الأمور التي تحدثت عنها في الوقاية فيمكن أن لا تصابي بهذا المرض طول فترة حملك أو طول يعني طول فترة الحمل أو بشكل عادي، فيمكن أن لا تصابي. وإذا أصبت وأنت حامل وكانت أعراض يعني واضحة وأعراض يعني صعبة، عليك التوجه إلى الطبيب والقيام بالتحليل والبحث عن الجرثومة ثم أخذ العلاج المناسب حتى تتفادي ولادة مبكرة وحتى تحافظي على جنينك. نتمنى يكون الموضوع مفيد واستفدت أيضا. إذا أعجبكم تركوا لي جيم، وإذا عندكم أي سؤال تفضلوا. مرحبا، شكرا، إلى فيديو لاحق إن شاء الله.